شوف خي اثر ولا ما غاديش اثر بحال اللي قلت الدراري دابا السيمانه حنا ما خصناش نفكروا في هذا الشيء ولا فكرنا في لي زابسونس قبل ما ندخلوا في التيران. حنا عندنا ان جروب وكنامنوا بهذا لو جروب ومن الاول العام قلنا حنا عائله دونك اي واحد اللي غيدخل حنا عندنا الثقه فيه وثيقين اللي غيحطونا الاضافه وغيديروا الخدمه اللي ما داروش الدراري قبل. شفتوا داري ما كانش في دومي فينال ودوزنا مبنزا ما كانش كارت فينال ودوزنا كنامنوا ملي واخا ثلاثه خصنا نحطوا لهم كمان سي لي جوغ تري امبورطون. عمرنا ما غننساو اللي حتى داري اللي حتى مبيتزا والخدمه ديال جبران نتوما عارفين هو السبع ديالنا بالحق ولا بدنا كنفكروا ما كانت جبران غيأثر علينا ماشي مزيان. اللي غيدخل عندنا الدراري الداودي غيدخل ان شاء الله والداودي بحال اللي قلت واحد اللاعب اللي كبير حتى هو دونك ثاقين في اللعابه اللي غيدخلوا ان شاء الله باش نديروا ان كرون ماتش ان شاء الله. هلا كنحترموهم اللي داروا هذا العام ماشي سهله تمشي دي لا كاف فحال اللي داوها عندهم فرقه اللي كانت تقدر تدابز على البطوله تاعهم هذا العام. مدرب كبير عنده تجربه عنده ليكسبيريونس اللاعبين تاعهم الماتش اللي غيكون 50 50 انتما عارفين كاس العرش شفتوا لي سوربريز اللي طراو قبل احنا غندخلوا باحترام على الفرقه على المدرب باش ان شاء الله نفرحوا سورتو الجمهور ديالنا وحتى اللعابه يدخلوا تما في ليستوار كيستاهلوا العام اللي دوزوا بلا عطله بلا انتدابات. انتم عارفين شنو دوزنا هكا بحال اللي قلت ما درنا والو ولا ما ديناهاش وباقي ان شاء الله فيهم الجوع باش يدوها ان شاء الله.